مفاجأة مو هيك؟ مفاجأة إلك مو إلي. أنا كنت متوقع إذا مو هلا بعد ساعة ساعة ونص، المهم قبل ما تسافر. إيه وبتعرف ليش بدي أحكي؟ بدك تفش غلك، بس أنا بحذرك تتطاول علي ولو بكلمة واحدة. لا تطمن، أنا جاي أسألك سؤال واحد وأمشي. إذا هيك تفضل، أنا كلي أذى صاغي مثل ما بقولوا جماعة عمك وحيد. أنت ليش هيك عملت؟ إيش عملت؟ جاوبني! لا تصرخ! إيش متوقع لك هان؟ جاي أتشكرك ولا جاي أودعك؟ أودعك مثل ما كنت أعمل أيام زمان، وأنت مسافر أودعك بالمطار، وأنت جاي أستقبلك. هلا بالمختصر المفيد سؤالك جوابه بسيط. أنا ما عملت شيء، وأنا ما لي علاقة باللي صار لا من قريب ولا من بعيد، فإذا مشان هيك جاي يكون خلص الحكي. لا ما خلص، لسه في كلمتين. تفضل سيدي. أولاً أنا جاي أحذرك إنك تشتغل أي شيء بمصارينا، يعني بدي أحرقه. طيب. ثانياً تذكر إني ماني ناسي لك إياها. لا هلا ولا بكره ولا حتى موت. أنا كان عندي صديق واحد هو أنت. وهلا عندي عدو واحد هو أنت. بغو يا ابن اخوي، بعدك بغو. باريك لعيب اكثر من هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. عم تضحك؟ لان شيء بضحك، بس يمكن حقه عليك، يمكن حق على المرحوم، او خلينا نقول حق على الموت لما خلى المرحوم يعلمك ايش معناته السوق وشلون فكروا اهل السوق. انا ابن السوق وبعرف منيح شلون بيفكروا اهل السوق. لا سيدي انت مالك ابن سوق ولا بتعرف شلون بفكروا اهل السوق. انت لو كنت ابن سوق ما كنت عملت اللي عملته ولا حكيت اللي حكيته. انت هلا كنت عم تمسخر. قال شو؟ اذا كان يجي اتشكرك؟ اي نعم سيدي، انت لازم تتشكرني لاني فتحت عيونك منيح قبل ما تبدا مشروعك وتنزل على السوق من جديد. معلش يا ابن اخوي، معلش. الخسائر كانت شوي كبيره والكل خسر. أنا والمرحوم وأنت وأهلك، بس الدنيا ما وقفت وبضل السوق مفتوح إلي وإلك ولغيرنا كمان. أنت بتعتقد إنك بتحسن ترجع للسوق وتشتغل من جديد؟ الناس رح يأشروا عليك ويقولوا هذا اللي خان الأمانة، هذا اللي سرق أخوه ولاد أخوه. إيه بحياته ما حدا حكى هيك حكي عن تاجر بالسوق. لو هيك حكي بصير المرحوم ما قدر يبيع متر قماش واحد. ولازم تعرف اني هلا بقدر انزل على السوق واصير ابو علي، والكل من ثاني يوم بتلاقيهم عم يشربوا عندي فنجان قهوه وعبير كل المال الحلال. ايه لكان لازم تفهم الدرس قبل ما تسافر. مو معقول شقدتك حقير. لا تغلط، احسن ما اذيتك برا. انا يمكن غلطت كثير بحياتي، بس بوعدك اني ما رح اغلط مره ثانيه. ولهالسبب فعلا لازم اتشكرك، بس ادعي لربك انك ما تقع تحت ايدي. انت اللي راح تقع تحت ايدي، وساعتها كمان ما راح يرحمك. واذا ما قدرت عليك انا عم بقول لك اصحاك ترحمني، عفسني باجريك وحلال عليك. انت مانك حاسس شو قد هالحكي بشع. حلو، لانه مزبوط. المنافسة هي كل حياتنا، وكل الحكي اللي قلت لك اياه لقمني اياه ابوك بالمعلقة حرف حرف. خليني انصحك نصيحة قبل ما تسافر. تذكر كل كلمة حكيت لك اياها، بس انسى اللي صار. هيك السوق. Ha ha ha.